بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب مقادير ديات النفس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الله سبحانه وتعالى أوجب في قتل النفوس إذا قتلت خطأ، أوجب الدية والكفارة. قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. ثم هذا في دية المسلم المؤمن. ثم قال في دية المسلم الذي أقاربه مسلمون، الذي أقاربه مسلمون، وقال في المسلم الذي أقاربه كفار وليس بيننا وبينهم عهد، وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. فالمؤمن الذي أقاربه كفار غير معاهدين ليس فيه دية، وإنما فيه الكفارة فقط نظرا لكونه مؤمنا. ثم قال في المؤمن، ثم قال في المعاهد، في الكافر المعاهد: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني معاهد، إما بذمة وإما بعهد وإما بأمان، معصوم الدم. المهم أنه كافر معصوم الدم بالذمة أو بالعهد أو بالأمان، فهذا تجب فيه الدية والكفارة. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني وهم ليسوا مسلمين لكن بينكم وبينهم معاهدة، هذه نفس معصومة ولو كانت كافرة، معصومة بالعهد، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. ثم قال: فمن لم يجد الرقبة في الأحوال الثلاث في دية المؤمن بقسمه، وفي دية الكافر المعاهد، من لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. هذا هو التفصيل في قتل النفوس المعصومة. الدية إذا قتلت خطأ ففيها الدية والكفارة، أو الدية فقط على التفصيل المذكور في الآية. وهذا يدل على ما للعهد في الإسلام من أهمية، وأنه يعصم دماء المعاهدين كما يعصم دماء المسلمين، فلا يجوز الاعتداء عليهم ولا قتلهم، لأن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. حتى في الخطأ مضمون، هو قتل مضمون في الخطأ، فما بالك بالعمد؟ العمد قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 سنة، والحديث في البخاري. فلا يجوز قتل الكافر المعاهد
بأنواعه الثلاثة، سواء كان ذميا يدفع الجزية أو كان معاهدا ما بيننا وبين الكفار عهد، أو كان مستأمنا دخل بلاد المسلمين بإذن المسلمين، هذا مستأمن يجب تأمينه والمحافظة عليه حتى يرجع إلى بلده. فإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ مأمنه. فالذين ظهروا الآن يعتدون على الكفار الذين لهم عهد عند المسلمين، هؤلاء خانوا الله ورسوله وخانوا ذمة المسلمين، يستحقون العقوبة الرادعة، قد عصوا الله ورسوله وتجرأوا على حرمات الله عز وجل. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، هذا في العمد، وفي الخطأ فيه الضمان وإن كان كافرا، فيه الضمان بالدية أو الدية والكفارة، فيه الضمان بالكفارة أو بالكفارة والدية، لأن دماءهم تصان بالعهد كما تصان دماء المسلمين. فهؤلاء من جهلهم وقلة علمهم تجرأوا على حرمات الله عز وجل ويزعمون أن هذا من الجهاد، وهذا والله عين الإلحاد وليس من الجهاد، وعين الخيانة، وهذا فيه تخوين للمسلمين واعتداء على حرمات الله. يحتجون من جهلهم بقوله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، أو أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، حديث صحيح، لكن هذا خطاب لولاة الأمور، ما هو خطاب لعامة الناس، هذا خطاب لولاة الأمور، إذا صار عندهم قدرة فإنهم يمنعون الكفار من الاستيطان، من الاستيطان في جزيرة العرب، يعني يكون لهم أملاك ومساكن ويستوطنون، لا يجوز هذا، لا يبقى في جزيرة العرب دينان، فهذا منع للاستيطان، ما هم منع لدخولهم لمصالح، لتجارة، لسفارة، لأمان، لعمل، يأتون لعمل شركات مصالح المسلمين، هؤلاء في ذمة المسلمين، هم يخرجون من جزيرة العرب بمعنى أنهم لا يتركون، يستقرون فيها قرارا دائما، يستوطنون، ولا يمنع هذا إنهم يدخلون باعتبارات شرعية لعمل يعملونه، خبراء، مهندسون، المسلمون يحتاجون إلى خبراتهم، يحتاجون إلى عملهم، يأتون لتجارة، يأتي سفيرا لدولته المعاهدة، فهذا مأذون له شرعا، فلا يجوز الاعتداء عليه، ولا يقال هذا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم: أخرجوهم، أخرجوهم يعني لا يستوطنون استيطانا دائما لا عارضا، ثم إخراجهم من صلاحيات ولي الأمر. ولذلك في عهد أبي بكر الصديق لم يخرجوا، لأن المسلمين ليس عندهم قوة في ذاك الوقت، فلما قوي الإسلام وفي خلافة عمر أخرجهم من جزيرة العرب، نفذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم.
عند وجود الشرط وهو استطاعة المسلمين. فهل المسلمون الآن في حالة مثلهم في حالة خلافة عمر؟ الفرق بعيد، حالة المسلمين الآن ما تقارن في حالتهم في عهد عمر رضي الله عنه. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الرسول ما قال اقتلوهم، ما قال انسفوا عليهم المباني وفجروا بهم أو اقتلوهم بالسيف أو بالبندقية، ما قال هذا، قال اخرجوهم 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 سالمين ما يقتلون من جزيرة العرب، بمعنى أنهم يرحلون ولا يقتلون ولا يفجر مساكنهم أو معاملهم أو شركاتهم. هذا والله من أكبر الجناية على الإسلام. حتى عد الناس دول الكفر الآن عدت الإسلام أنه دين إرهاب، عدوه دين إرهاب نظرا لهذه الأفعال الشنيعة، يحسبونها على الإسلام وهي ليست من الإسلام. هذه من عمل الجهلة، من عمل الخوارج، ليست من عمل الإسلام، فلا تحسب على الإسلام. لكن هم عدوها إما عن جهل منهم بالإسلام وإما عن تعمد، حسبوها عن تعمد لأنهم يلتمسون العيوب على المسلمين فأخذوا فرحوا بهذا التصرف، هذا التصرف الأحمق الأهوج الجاهل، فحسبوه على الإسلام. والإسلام ليس دين همجية ودين إرهاب ودين عدوان، وإنما هو دين انضباط ودين وفاء بالعهود، دين وفاء بالعهود. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. العهد لا بد من الوفاء به، حتى لو كان بين المسلمين وبين الكفار عهد وأراد المسلمون أن ينهوا العهد فلا ينهوه سرا، لا بد من الإعلان للمعاهدين بأننا سننهي العهد الذي بيننا وبينكم، حتى يكون على بينة ولا يفاجئون بنقض العهد. قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، إن الله لا يحب الخائنين. فلا بد أن يشعروا بأن العهد الذي بيننا وبينهم سينتهي أو سيقطع، فيكون على بصيرة من أمرهم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر، أعطاهم مهلة 4 أشهر، ثم بعدها يعلن القتال عليهم، يعلن الحرب عليهم بعد 4 أشهر. سيحوا في الأرض 4 أشهر ويقول فما استقاموا لكم، إلا الذين بينكم وبينهم ميثاق فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. فالإسلام ليس دين الغدر ونكث العهود بهذه الصفة، يكون دين إرهاب صحيح، يكون دين إرهاب، لكن هو برأه الله من ذلك. وهذه الأمور ما يتولاها إلا أهل العلم وأهل الحل والعقد، أولو الأمر من الأمراء والعلماء هم اللي يتولون هذه الأمور، ما يتولاها تصرف فيها الغوغاء والأفراد فيحصل الفساد. ونقص هذا على المسلمين أكثر من نقصه على الكفار، هذا التصرف نقصه وضرره على المسلمين أكثر من ضرره على الكفار، فهو تصرف قبيح
وإساءة إلى الإسلام وإضرار بالمسلمين. حتى قالوا إن المسلمين ما لهم عهود ولا وفاء ولا يغدرون ويقتلون اللي يدخل عليهم يقتلونه، لأنهم يشوفون تصرفات هؤلاء الجهال الطعام الذين جندهم أعداء الإسلام، أو أنهم هم لجهلهم وشدة حماسهم وغيرتهم تصرفوا هذا التصرف الأحمق من غير فقه ومن غير علم. الحاصل أننا نعرف من هذا الكتاب، كتاب الديات، وأن الأنفس معصومة إما بالإيمان وإما بالعهد، نعرف من هذا قيمة العهود وقيمة المواثيق ووفاء الإسلام مع المعاهدين. هذا هو الإسلام الصحيح، وليس الإسلام هو فعل هؤلاء. نعم. باب مقادير ديات النفس. مقادير ديات النفس بناء على الآثار الواردة أن أصول الدية خمسة، خمسة أصول على المذهب على حسب باستقراء الأدلة التي وردت في هذا، ولكن الصحيح أن الدية أصل واحد وهي الإبل، أصل واحد وهي الإبل، وتقوم الإبل في كل وقت بحسبه. هذا هو الصحيح، هو الذي عليه الفتوى والقضاء الآن، أن الدية أصل واحد وهو الإبل، تقوم في كل وقت بحسبه. نعم. دية الحر المسلم. ثم أيضا مقادير باعتبار النفوس، مقادير باعتبار ما ورد، وتقادير باعتبار النفوس، نفس المؤمن، نفس الكافر، نفس الذكر، نفس الأنثى، نفس الحر، نفس العبد. فتقادير الديات بحسب هذه الاعتبارات كما يأتي. نعم. باب مقادير ديات النفس. نعم. دية الحر المسلم 100 بعير. أكملها دية الحر المسلم 100 بعير، هذا واحد. نعم. أو 1000 مثقال، أو 1000 مثقال ذهبا، أو 1000 مثقال ذهبا. والمثقال الدينار الإسلامي، النقد المضروب من الذهب، النقد المضروب من الذهب يسمى دينار، ووزنه مثقال. نعم. أو 12,000 درهم من فضة، أو 12,000 درهم من الفضة. نعم. هذا ثلاثة. نعم. أو 100 بقرة، أو 200 من البقر. نعم. أو 1,000 شاة، أو 1,000 من الشياه. هذه أصول الدية كما جاء في الآثار، مجموع الآثار. فهل كل واحد منها أصل، أو أن الأصل هو الإبل وهذه أقيام لها في ذاك الوقت؟ هذا هو الصحيح، أن الأصل الإبل، 100 من الإبل، دية النفس المؤمنة 100 من الإبل، وهذه الإبل أسنانها كما يأتي، متفاوتة الأسنان حسب الخطأ أو العمد، وما عداها فهو تقويم لها. نعم. دية الحر المسلم 100 بعير، أو 1,000 مثقال ذهب، أو 12,000 درهم فضة، أو 100 بقرة، أو 1,000 شاة، هذه أصول الدية. نعم. فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله. هذه فائدة الخلاف، إذا قلنا إن هذه أصول كلها أصول، فأيها أحضر من تجب عليه يلزم الولي قبوله، لأنه أتى بما يلزمه، حتى ولو كان صاحب الدية المستحق للدية ليس من أهل ذلك الصنف، جاب لهم 200 من البقر وهو ما هو من أهل البقر، يقول يلزمه هذا لأنه أتى بما يجب عليه، أو ما هو من أهل الإبل، من أهل البقر وجاب له 100 من الإبل، على المذهب يلزمه ذلك،
لأنه أتى بما يجب عليه. أما على القول الثاني أن الأصل الإبل فقط، إذا جاء بالإبل يلزم قبولها، أما إذا جاء بغيرها فلا يلزمه، لأن هذا معاوضة، معاوضة ولا بد من الاتفاق بين الطرفين. نعم. ففي قتل العمد وشبهه نعم، الدية تختلف باختلاف الجناية. تقدم لنا أن الجناية على ثلاثة أنواع: عمد أو شبه عمد أو خطأ. فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. شبه العمد أن يقصد الجناية ولا يقصد القتل، لأن يضربه بشيء لا يقتل غالبا لكنه قتل في هذه المرة، هذا شبه عمد لأنه قصد الجناية لكن الآلة غير صالحة للقتل في العادة. وأما الخطأ فهو ما فقد فيه القصد والآلة، كأن يفعل ما له فعله، يسوق سيارة ويدعس إنسان، أو يقطع حبل وتسقط الستين على إنسان ويقتله، أو يرمي صيدا فيصيب إنسانا، يفعل ما له فعله ثم يترتب على ذلك موت إنسان، هذا خطأ. نعم، وما قصد الجناية، ما تخلف فيه القصد فهو خطأ، ما وجد فيه القصد والآلة الصالحة فهو عمد، ما وجد فيه القصد وفقدت الآلة الصالحة فهو شبه عمد. نعم. ففي قتل العمد وشبهه 25 بنت مخاض. نعم، العمد شبه العمد يلحق بالعمد في تغليظ الدية، هو خطأ من ناحية وعمد من ناحية، فيلحق بالعمد في ناحية الدية، يكون ديته كدية العمد، تجعل 100 الإبل مربعة، مربعة 25 بنت مخاض لها سنة، 25 بنت لبون لها سنتان، 25 حقة لها 3 سنوات، 25 جذعة لها 4 سنوات، هذه دية العمد مربعة، وهذا يسمونه التغليظ، يسمونه التغليظ، مغلظة بأن تجعل الإبل 4 أسنان. فبنت المخاض هي التي لها سنة، سميت مخاضا من الماخض وهي الحامل، لأن أمها أنجبتها ثم حملت بأختها، هذه بنت المخاض، بنت الحامل يعني. بنت اللبون تكون أمها حملت بعدها وولدت وصار فيها لبن، بنت لبون هذه لها سنتان أكبر من بنت المخاض. الحقة لها 3 سنوات، سميت حقة لأنها استحقت أن تركب وأن يحمل عليها وأن يطرقها الفحل، فسميت حقة. الجذعة لها 4 سنوات لأنها أجذعت، يعني سقط سنها ونبت لها سن الجذعة. نعم. ففي قتل العمد وشبهه 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 حقة، 25 جذعة. إذا جاء بهذه الإبل يلزم ولي الدم القبول، وإن جاء بقيمتها فإنه يلزم بقبول القيمة، دراهم. الآن ما تدفع الإبل، تدفع دراهم، قدرها المحاكم دراهم ويدفعونها لولي الجناية. نعم. وفي الخطأ تجب أخماسا. أما في الخطأ فتخفف، تجعل أسنانها 5 أنواع: 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 حقة، 20 جذعة، 20 ابن مخاض، 20 ابن مخاض ذكر، هذه 5 أصناف. هذا في الخطأ، في القتل الخطأ. نعم.
وفي الخطأ تجب أخماسا 80 من الأربعة المذكورة على 20 نعم 80 من الأربعة المذكورة و20 من بني مخاض. بني مخاض هذا يسمونها التخفيف مخففة. نعم. ولا تعتبر القيمة في ذلك بل السلامة. ما تعتبر القيمة إذا جاء بهذه الأسنان إنه يلزم قبولها لأن هذا هو الأصل، بل يعتبر سلامتها من العيوب، لا تكون مريضة، لا تكون فيها عيب من العيوب التي تخل بالانتفاع بها. نعم. ودية الكتاب نصف دية المسلم. دية المسلم في الأحوال الثلاث، في العمد وشبه العمد وفي الخطأ، انتقل إلى دية الكافر. الكافر ينقسم إلى قسمين، كتابي وغير كتابي. الكتابي هم اليهود والنصارى، سموا كتابيين لأن لهم كتابا نزل على نبيهم، فاليهود عندهم التوراة، النصارى عندهم الإنجيل، لذلك يسمون بأهل الكتاب، هذا هو الكتاب. نصفه ديته نصف دية المسلم على النصف من دية المسلم، هذه دية الكتاب. وأما غير الكتاب من الكفار كالمجوسي والوثني وعبدة الأصنام، المجوس هم عبدة النار الذين يعبدون النار، هؤلاء يقال لهم المجوس، يعبدون النار، يبنون لها بيوت ويوقدونها ويعبدونها من دون الله والعياذ بالله. النار تعبد، النار محرقة ومهلكة، مع هذا يعبدونها ويتقربون إليها. والوثني اللي يعبد الأصنام والأشجار والأحجار هذا يسمى بالوثني، أو الذي ليس له دين كالدهري والملحد والعلماني، والذي ليس له دين لا يدين بدين، والشيوعي فهذا هؤلاء كلهم ديتهم 800 درهم، كلهم 800 درهم. الكافر غير الكتابي ديته 800 درهم أو ما يعادلها من العملات في كل وقت بحسبه. نعم. ودية الكتابي نصف دية المسلم. نعم. ودية المجوسي والوثني 800 درهم. المجوسي الذي يعبد النار، والوثني الذي يعبد الأوثان، يعبد الأوثان كالأصنام والقبور والأضرحة والأشجار والأحجار، كله يسمى وثني. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فكل ما عبد من دون الله يسمى وثنا، سواء كان قبرا أو صنما أو شجرا أو حجرا. نعم. ودية المجوسي والوثني 800 درهم. نعم. ونساؤهم على النصف كالمسلمين. أما دية المرأة، دية المرأة، المرأة المسلمة ديتها نصف دية الرجل المسلم، والمرأة الكتابية ديتها نصف دية الرجل الكتابي، الوثنية والمجوسية ديتها نصف دية الوثني مجوسيا أو وثنيا نصف، لأن الله جعل النساء على النصف من الرجال في مسائل، ما هو في كل شيء، في مسائل 4 مسائل: الدية هذه واحدة، العقيقة عن الذكر شاتان وعن الجارية شات، الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، الشهادة فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ففي هذه المسائل 4 المرأة على النصف من الرجل، هذا ما شرعه الله سبحانه وتعالى، ولا اعتراض على حكم الله وهو الحكيم العليم.
يشرع لعباده ما يصلحهم ويناسبهم، فلا اعتراض على حكم الله. اللي يطعنون الآن في أن الإسلام ظلم المرأة ولا أعطاها حقها وأن الواجب تساوى بالرجل، ما هي مثل الرجل، ما خلقها الله مثل الرجل. الرجل في جسمه يتميز عن المرأة، وفي قوته وفي عمله تميز عن المرأة، وليس الذكر كالأنثى. هم يقولون لا، الذكر مثل الأنثى. وصحيح أنهم هم مثل النساء، هم مثل النساء، لكن الرجال ليسوا مثل النساء، لكن هم ما يتحسه بهم، نقول هم مثل النساء، لكن في حكم الله ليس الذكر كالأنثى. هذا ظلم إن نجعل المرأة مثل الرجل، وهذا ظلم للمرأة نفسها، ما تتحمل هذا، نحملها ما لا تطيق، نعطيها عمل الرجل هي ما تطيق عمل الرجل، فنحملها ما لا تطيق. فالمرأة ليست كالرجل بالشرع وبالفطرة وبالعقول، ليست المرأة كالرجل أبدا، ولا يمكن تسوية المرأة بالرجل. لكن هؤلاء فسدت عقولهم وفطرتهم، وليس لهم دين يحميهم والعياذ بالله، وصاروا يقولون هذه المقالات بزعمهم، يبي ينصرون المرأة، مناصرة المرأة والدفاع عن المرأة، وهم في الحقيقة يظلمونها ويضرونها، لأنهم أنزلوها في غير منزلتها اللائقة، في غير منزلتها اللائقة بها، فهم ظلموها وإن كانوا يدعون أنهم يدافعون عنها وينصرونها، فهم الذين ظلموها وحملوها ما لا تطيق، وأسندوا إليها أعمال الرجال وهي لا تطيق أعمال الرجال. وحتى أنهم بالكلام يقولون سيداتي وسادتي، يقدمونهن حتى بالكلام، هذا من المحادة لله ولرسوله ومن المحادة للفطرة، وليس هذا من صالح النساء، لا والله ما هم من صالح النساء. من صالح النساء أنها تنزل منازلها وأن تعطى حقها الذي يليق بها والذي شرعه الله لها، وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى، هذا هو الحق، وهو الذي في صالح المرأة، وهو الذي في نصرة المرأة. نعم. ونساؤهم على النصف كالمسلمين. نعم. ودية قنين على النصف، كما أن نساء المسلمين على النصف، قياسا على المسلمين. فإذا كانت المرأة المسلمة ديتها نصف دية الرجل المسلم، فيقاس عليه دية الكافرة ديتها نصف دية الكافر. نعم. ودية قن قيمته. أما القن وهو المملوك، هذا ما هو بحر، هذا مملوك، هذا ديته قيمته، لأنه يباع ويشرى متمول، فهو كما لو أتلفت دابة أو تضمنها بقيمتها، فدية القن وهو المملوك قيمته بالغة ما بلغت، لأنك أتلفته على سيده وتضمن له قيمته بالغة ما بلغ، حتى لو زادت على دية الحر المسلم، لأن هذا يباع ويشرى، يأخذ حكم الأموال، والأموال تضمن بقيمتها أو بمثلها إن كانت مثلية. نعم. ودية قن قيمته، وفي جراحه ما نقصه بعد البرء. القن يعني في جراحه، في جراحه الأرش، في جراحه الأرش، وليس مثل جراح المسلم كما يأتي، وإنما فيها الأرش، لأنه يباع ويشترى فله حكم المال، والأرش هو ما نقص بين قيمة الصحيح وقيمة المعيب. نعم. ما نقصته الجناية، الأرش هو ما نقصته الجناية من قيمته، من قيمة الصحيح. نعم. وفي جراحه ما نقصه بعد البرء، ويكون التقدير بعد البرء، إذا جني على عبد ما نبادر وندفع الدية،
دية الجراح كما ندفعها في الحر، لا، نصبر لما يبرأ الجرح، نشوف مداه، ربما أنه يسري إلى النفس ويموت العبد، ربما أنه يتعيب ولا يصلح للعمل، فينتظر حتى يبرأ الجرح ويشاف مداه، يشاف مداه ومدى نقصه من المملوك، فيعطى قيمة ما نقص. نعم. ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى عشر دية أمه غرة. هذه أصناف الدية بحسب المجني عليهم. أولا الحر المسلم ذكرا أو أنثى، ثانيا الكافر كتابيا أو غير كتابي ذكرا أو أنثى، ثالثا المملوك، رابعا الجنين وهو الحمل الذي في البطن، فلو جنى على امرأة فأسقطت جنينا ميتا له 4 أشهر فأكثر، سقط ميتا فإن فيه الدية، وهي عشر دية أمه. فالأم فيها 50 من الإبل، عشرها كم؟ 10 من الإبل، 10 من الإبل، 5 من الإبل، نعم، عشرها هي 50، عشرها 5 من الإبل، ففي الجنين 5 من الإبل أو ما يعادلها. الأصل فيه أنه يضمن بغرة عبد أو أمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة، لكن قدروا الغرة لأن قيمتها تساوي 5 من الإبل، فقدروها ب5 من الإبل، أو بعبارة أخرى تقول عشر دية أمه. نعم. ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى عشر دية أمه. لا فرق في الجنين بين كونه ذكر أو أنثى، الجنين لا فرق بين كونه ذكر أو أنثى، فيه عشر دية أمه لعموم الحديث. نعم. عشر دية أمه غرة وعشر قيمة، يعني ما يعادل غرة، يعادل العبد قيمته 5 من الإبل. نعم. وعشر قيمتها إن كان مملوكا. أما إذا كان الجنين مملوكا كما لو أعتق أمة حاملا واستثنى جنينها، أعتق أمة حاملا واستثنى جنينها ثم جني عليه فسقط ميتا، يضمن بعشر دية أمه، وتقدر الحرة أمة، تقدر الحرة أمة، فيقال عشر قيمة أمه، عشر قيمة أمه بتقدير الحرة أمة، فتقدر أمة ثم تثمن ثم يؤخذ عشر قيمتها. نعم. وعشر قيمتها إن كان مملوكا وتقدر الحرة أمة. إيه نعم. وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه أو فيه قود واختير فيه المال أو أتلف مالا بغير إذا جنى المملوك فإن كانت جنايته عمدا ففيها القصاص لولي الجناية أن يقتص من العبد، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، هذا عام، فعليه القصاص إذا اختار ولي الجناية القصاص. أما إذا كانت الجناية غير عمد، تعلقت جنايته برقبته فيخير سيده بين 3 أمور، إما أن يفديه ويدفع قيمة الجناية، وإما أن يبيعه ويسدد ما عليه من الجناية، وإما أن يدفعه إلى ولي الجناية فيملكه، خير بين 3 هذه الأمور، الخيار لسيده. نعم. وإن جنى رقيق خطأ
أو عمدا لا قود فيه، أو فيه قود واختير فيه المال، أو أتلف مالا بغير إذن سيده، أو أتلف مالا بغير إذن سيده، راح وحرق متجر من المتاجر، راح العبد يحرق متجر من المتاجر أو أعلق بسيارة، تعلق ذلك برقبته، يتعلق برقبته إن كان بغير إذن سيده. أما إنسان اللي مرسله سيده وقال راح حرق المكان الفلاني أو أتلف المكان الفلاني، فإن المؤاخذ سيده الذي أمره، هو الذي يدفع بدل الجناية، نعم، بدل إتلاف المال، بدل المال الذي أتلفه. أما إذا كان بغير إذن سيده فإنه يتعلق برقبته ويخير سيده بين الأمور الثلاثة، نعم. أو أتلف مالا بغير إذن سيده تعلق ذلك برقبته، فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه، أو يبيعه ويدفع ثمنه، يدفع ثمنه لولي الجناية، ولا يلزمه غير ثمن العبد، ما يلزمه غير ثمن العبد حتى ولو كانت الجناية أكثر من ثمن العبد، المجني عليه ما له إلا ثمن العبد، نعم، لأنه بغير إذن سيده، نعم. باب ديات الأعضاء ومنافعها. ديات الأعضاء، أعضاء الإنسان، وهي كثيرة، أعضاء الإنسان كثيرة، ودية منافع الأعضاء كالسمع والبصر والمشي والأكل وغير ذلك، هذه منافع تسمى، قد يكون العضو موجود ولكن تعطلت منفعته، أصبح لا يسمع، الأذنان موجودة لكن لا يسمع، راحت المنفعة، الأنف موجود لكن ما يشم، راحت منفعته، العين موجودة قائمة ولا فيها خلاف لكن ما تبصر، راحت منفعتها. فهذه معنى المنافع، منافع الأعضاء، الأعضاء إذا جني عليها أو جني على منافعها مع بقائها، نعم. ما في الإنسان منه شيء واحد، الأعضاء منه ما في الإنسان شيء واحد فقط، كالذكر واللسان، هذا شيء واحد، هذا شيء واحد، فيه الدية كاملة، فيه الدية كاملة، لأنه أتلف شيئا ليس في الجسم مثله، ففيه الدية كاملة، لو قطع ذكره أو قطع لسانه يلزم بالدية كاملة. وما أتلف ما في الإنسان منه شيئان كالعينين والرجلين واليدين والخصيتين وشفري المرأة والأليتين ففيهما الدية كاملة، وفي أحدهما نصفها، نصف الدية. وإن أتلف ما في الإنسان منه أربعة أشياء كالأجفان الأربعة، كالأجفان الأربعة، كل عين لها جفنان، شال الأجفان الأربعة كلها، فيها الدية كاملة، وفي أحدها ربع، ربع الدية. أو أتلف ما في الإنسان منه عشرة أشياء مثل أصابع اليدين أو أصابع الرجلين، ففي الأصابع كاملة العشرة الدية كاملة، وفي أصبع واحد فيه عشر الدية، والأصبع ثلاث أنامل، في كل أنملة ثلث عشر الدية، والإبهام مفصلان أنملتان، في كل أنملة نصف عشر الدية، هكذا تفصل الدية على حسب الأعضاء، نعم. والمنخر الخشم يتكون من ثلاثة أشياء، من المنخرين والحاجز بينهما، هذه ثلاثة أشياء، في كل الدية، وفي واحد ثلث الدية، لو قطع منخر واحد عليه ثلث الدية،
لو قطع المنخرين وأبقى الحاجز عليه ثلثا الدية، لو قطع الحاجز وأبقى المنخرين عليه ثلث الدية، وهكذا. نعم. من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية النفس. نعم، إذا قطع الأنف كله، المارن، المارن كله فيه دية، لأن ما في الإنسان إلا خشم واحد. أما لو قطع واحد من الثلاثة المتكون منها الأنف ففيه كل واحد ثلث الدية. نعم. كالأنف واللسان والذكر ففيه دية النفس. نعم. وما فيه منه شيئان كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين. شفتين، الشفة العليا والشفة السفلى. واللحيين، اللحيان العظمان اللذان في جانبي الوجه ويجتمعان في الذقن، العظمان اللذان في جانبي الوجه ويجتمعان في الذقن، هذا اللحيان. لو أتلف لحيا واحدا أو لحن واحدا فيه نصف الدية. نعم. لو أتلف الاثنين فيه الدية كاملة. نعم. وثديي المرأة، ثديي المرأة، المرأة لها ثديان، إذا أتلف واحد فيه نصف الدية، إذا أتلف الاثنين فيهما الدية. ثندوتي الرجل مثل ثديي المرأة، ثندوتي الرجل مثل ثديي المرأة، إذا أتلف ثندوة واحدة فيها نصف الدية، إذا شال الثندوتين ففيهما الدية كاملة. نعم. وثديي المرأة وثندوتي الرجل واليدين والرجلين والأليتين والأنثيين. الأنثيين يعني الخصيتين. نعم. وإسكتي المرأة، إسكتي المرأة شفراها، شفراها اللذين على القبل، حافتي القبل. نعم. ففيهما الدية. نعم. وفي أحدهما نصفها. نعم، تتوزع الدية عليهما. نعم. وفي المنخرين ثلثا الدية، وفي الحاجز بينهما ثلثها. فإذا شال الأنف كله ففيه الدية، إذا شال واحدا من الثلاثة فيه ثلث الدية. نعم. وفي الأجفان الأربعة الدية، الأجفان الأربعة على العينين، كل عين لها جفنان، جفن أعلى وجفن أسفل، فلو أزال الأجفان وأصبحت العين جاحظة، أصبحت العين جاحظة ما عليها أجفان، فإنه إن كانت عين واحدة عليه نصف الدية، عليه نصف الدية، وإن أزال الأجفان كلها فعليه الدية كاملة، وفي كل جفن ربع. نعم. وفي كل جفن ربعها. نعم. وفي أصابع اليدين الدية كأصابع الرجلين، كأصابع الرجلين، يعني لو شال أصابع الرجلين كلها فيها الدية، لو شال واحد من أصابع الرجلين فيه عشر الدية، كذلك أصابع اليدين. نعم. لو شال أصابع الرجلين وأصابع الرجلين عليه ديتان، عليه ديتان. نعم. وفي كل إصبع عشر الدية. نعم. وفي كل أنملة ثلث عشر الدية. نعم. والإبهام مفصلان، مفصلان. نعم. وفي كل مفصل نصف عشر الدية كدية السن. السن، السن فيه نصف عشر الدية، خمس من الإبل، كل سن فيه خمس من الإبل. كم تبي تصير الإبل؟ الأسنان كثيرة، تبي تزيد على دية النفس، لو شال أسنانه كلها يدفع عن كل سن خمس من الإبل، لو شال واحد منها فيه خمس، لو شال اثنين فيه عشر، لو شال ثلاث أسنان فيه ثلاث من الإبل، وهكذا. ما أدري كم عدد الأسنان، ها؟ كم؟ 32، كل واحد فيه خمس، كم اضرب 32 خمس؟ ها؟ 160، صار أكثر من دية النفس، لكن ما هو بشايلهن كلهن، بيشيل بعضهن. نعم، هذا مما يدل على قيمة الأسنان، الأسنان لها قيمة،
حتى قالوا إنها هي المعنية بقوله اللهم مكنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، إنها هي قوات للإنسان. نعم. وفي كل مفصل نصف عشر الدية كدية السن. كدية السن، السن في كل سن خمس من الإبل بعدد الأسنان، والأسنان تختلف، أضراس ثنايا ورباعيات وأضراس عليا وسفلى. نعم. فصل. وفي كل حاسة دية. وفي كل حاسة دية كاملة. إذا بقي العضو لكن ذهبت منفعته، ففي منفعته ما في العضو نفسه، لأنه أصبح بلا فائدة. الحواس أربع: السمع والبصر والشم والذوق. إذا جنى عليه صار ما يسمع، إذنه باقي لكن ذهب السمع، عليه الدية. أو إنه جنى عليه وذهب بصره مع بقاء العينين، العينين باقية ما فقئت، ولكن ذهب بصره، النور اللي فيها ذهب، لأن فيه العين وفيه النور الذي فيها، إذا ذهب النور الذي في العين فيه الدية كاملة، دية العين. الشم، الأنف موجود لكن أصبح ما يشم، ما يعرف الروائح أبدا، ما يشم الريح الخبيث ولا الريح الطيب ولا ريح الطعام ولا ريح شيء، فيه الدية كاملة. وإن كان الأنف موجود بأقسامه الثلاثة المارن والمنخرين لكن ما يشم، فيه الدية كاملة لأنه فقد المنفعة. اللمس، الشم، السمع والبصر والشم والذوق، الذوق صار ما يتطعم شيء، لا الحلو ولا المر ولا الملح ولا شيء، يشرب الأشياء أو يأكل الأشياء ولا يجد لها طعما، هذا ذهب ذوقه، يكون فيه الدية، يكون فيه الدية كاملة. نعم. وفي كل حاسة دية كاملة، وهي السمع والبصر والشم والذوق. الشم في الأنف والذوق في اللسان، تذوق الأشياء بلسانه، فأنت ما تأكل الطعام إلا إذا ذقته واشتهيته، فإذا صار ما عندك ذوق ما يصير للطعام مثل التراب، يصير ما له قيمة. نعم. وكذا في الكلام. وكذا منفعة الكلام، اللسان موجود لكن صار ما يتكلم، اللسان موجود جرمه لكنه أصبح أخرس ما يتكلم، فيه الدية كاملة. نعم. والعقل. نعم، الجسم موجود كله سليم، ما قطع منه شيء ولا تضرر منه شيء، يحس يسمع ويبصر ويأكل ويشرب، لكن ما فيه عقل، ما فيه عقل، جنى عليه حتى ذهب عقله، فيه الدية كاملة للعقل. نعم. ومنفعة المشي. منفعة المشي، صار ما يمشي، الرجلين موجودات ما أقطع منه ولا الأصابع ولا شيء، سليم لكن ما يمشي، ففيه الدية كاملة بدل المشي. نعم. والأكل. الأكل، صار ما يأكل، ما يمضى ولا يأكل، وإنما يطعم بواسطة الأنبوب أو بواسطة أشياء طبية، له ما يستطيع يأكل أبدا، فيه الدية، فيه الدية كاملة. نعم. والنكاح. هذا عاد المشكلة، إذا منه جنى عليه وصار ما يقدر على النكاح، ما يقدر على الجماع، ففيه الدية كاملة لأنه أذهب منفعة مقصودة عليها اعتماد قطع النسل، ففيه الدية كاملة. الذكر موجود لكن ما يحس بشهوة بسبب الجناية، سبب الجناية، أو يحس بشهوة لكن ما يستطيع يصل إلى أهله،
فيه الدية كاملة، لأنه أذهب منفعة عظيمة مقصودة. نعم. وعدم استمساك البول والغائط، أو جنى عليه فأصبح لا يمسك البول والعياذ بالله، يمشي البول ما يستطيع إمساكه، فيه الدية كاملة، لأنه فقد منفعة عظيمة ليس في جسمه ما يعوض عنها. أو البول ممسك لكن الغائط صار ما يستمسك، ينزل بدون اختياره، فهذا فيه الدية كاملة. نعم. وفي كل واحدة من الشعور الأربعة الدية. الشعور الأربعة: شعر الرأس، شعر اللحية، شعر الأهداب العينين، هذه أربعة شعور، في كلها إذا ذهب هدية كاملة. نعم. وفي كل واحدة من الشعور الأربعة الدية، وهي شعر الرأس، الدية كاملة، إذا أذهب شعر رأسه صار أصلع، ما ينبث له شعر على رأسه، فروة الرأس هذه فيها منفعة عظيمة جعلها الله سبحانه وتعالى، فإذا جنى على رأسه فأصبح لا ينبث له شعر، صار أصلع، عليه دية كاملة. أو اللحية، اللحية من الآن يحلقونها ببلية شيء، لكن لو جاء واحد وجنى عليها وصارت ما تنبت، عليه الدية كاملة، لكن أخاف يفرح يقول وما يبي اللحية ويبي يأخذ الدية. نعم. وفي كل واحدة من الشعور الأربعة الدية، وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين. الحاجبين على العينين، الحواجب معروفة. نعم. وأهداب العينين، هذا الرابع، أهداب العينين، شعر الرأس وشعر اللحية وشعر الحاجبين وأهداب العينين، في كل واحد منها الدية كاملة. نعم. فإن عاد فنبت سقط موجبه. موجبه، سقط موجبه، إذا عاد شعر الرأس نبت سليما فليس فيه شيء، لكن يمكن أنه يصير فيه نقص فيضمن الأرش، أما إذا كان سليم ولا صار شيء نبت عاد كما هو، أو شعر الحاجبين أو الأهداب العينين عادت سليمة، فإنه لا ليس فيه دية، ليس فيه دية لأنه عاد، لكن يعذر بسبب اعتدائه وجنايته، أو النقص شيء من الشعور يضمن الناقص. نعم. أما إذا عاد سليما 100% فليس عليه شيء، إلا أنه يعذر عن الاعتداء. نعم. وفي عين الأعور الدية كاملة. نعم. لو إنسان أعور، وقلنا فيما سبق في العينين الدية وفي إحداهما نصفها، لكن هذا إنسان ما له إلا عين واحدة أعور، جاء واحد وجنى عليه فقلعها أو فقاها، عليه دية كاملة، لأن العين الواحدة تقوم مقام العينين، فهو أذهب بصره كله ويكون عليه الدية كاملة. نعم. وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص. وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا، أعور قلع عين صحيح مماثلة لعينه في الموضع وفي الصفة، ما يجوز القصاص في هذا، لأن لو اقتصصنا منه أذهبنا بصره كله، في حين أنه ما أذهب من المجني عليه إلا بعض البصر، نصف البصر، فستتقرر الدية في هذا، عليه الدية ولا تفقع عينه، لأن في فقع عينه جناية على بصره كله، وهو ما أذهب من المجني عليه إلا نصف البصر. نعم. وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص. نعم. وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره. نعم. واحد ما له إلا يد واحدة، عضب من حينه، جاء واحد وقطع اليد السليمة ما عليه إلا نصف الدية، لأن اليد الواحدة ما تقوم مقام اليدين، خلاف العين الواحدة إنها تقوم مقام العينين. نعم. باب الشجاج
وكسر العظام يكفي. نعم. هل يقولون إن الشريعة ما تصلح لها الزمان؟ لماذا لا ينظرون لها الدقة والتفاصيل في الأحكام الشرعية؟ وين قوانينهم وأنظمتهم؟ فالشريعة كاملة ولله الحمد، ما تركت شيئا إلا ووفته حقه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذان سؤالان يسألان عن شبهة وكيفية الجواب عليها، وهي أن الذين يستدلون بأن الكفار الذين بين المسلمين وبينهم عهد يقتلون المسلمين في بلاد للمسلمين أخرى كما يحصل في العراق فينتقض عهدهم ويجوز قتلهم، كيف يجاب عن هذا الإشكال؟ الجواب واضح يا أخي، ولا تزر وازرة وزر أخرى. هل عندنا ذا ما سوى شيء فكيف نأخذه بجريمة غيره أو بجريمة دولته؟ هذا إنسان معاهد ما حصل منه شيء، فكيف نأخذه بفعل دولته أو بفعل بعض بلده؟ الله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا ظلم، إذا قتلناه هذا ظلم، لأننا قتلنا البريء بفعل المجرم، هذا لا يجوز في الإسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ هؤلاء ليس عندهم فقه، ليس عندهم فقه أصلا، وإن كانوا يدعون أنهم علماء وأنهم طلبة علم، ما عندهم فقه، مثل إخوانهم الخوارج السابقين ما عندهم فقه، عندهم حماس، عندهم دين وورع، لكن ورعهم ما منعهم من سفك الدماء والعياذ بالله. فعندهم اجتهاد وحماس لكن ما عندهم فقه، وعدم الفقه مصيبة، عدم الفقه مصيبة كبرى. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان. الذي أوقعهم في هذا عدم الفقه في دين الله وعدم الفقه في النصوص. هم يمكن يحفظون القرآن ويحفظون البخاري ومسلم والسنن الأربع، يحفظونها لكن ما عندهم فقه، ما ينفع الحفظ، حفظ بدون فقه ما ينفع أبدا، بل ربما يزيد الإنسان غلوا وطغيانا ويظن أنه عالم لأنه يحفظ، ما ينفع الحفظ بدون فقه. فلا بد من التفطن لهذا الأمر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قول الله سبحانه وتعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هل يدخل في هؤلاء المفسدين الذين يفجرون ويقتلون، أم أن الآية خاصة بالمشركين فقط؟ الأصل أنها في الكفار، لكن يدخل فيها هؤلاء، يدخل في عمومها هؤلاء بحسب جرمهم، لكنهم ليسوا مثل الكفار من كل وجه، لكن يشاركونهم في أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا مع أنهم ليسوا على صواب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحد طلاب العلم إن تأليف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالته في نواقض الإسلام وإفرادها هو أمر محدث لم يسبقه أحد من أهل العلم السابقين، وإنما كانوا يؤلفون في أصول الإيمان، وأيضا رسالته هذه لم تعرض على علماء عصره كما كان يفعل المؤلفون السابقون حينما يعرضون رسائلهم على من قبلهم وعلى من سبقهم من أهل العلم، وأنه لا يجوز تربية طالب العلم منذ البداية على هذه النواقض إلى غير ذلك من كلامه، فما هو الجواب حفظكم الله؟ أولا، الشيخ محمد بن عبد الوهاب هل أتى بهذه النواقض من عنده ولا من كلام أهل العلم؟ أتى بها من كلام أهل العلم، ما أتى بها من عنده أو من اجتهاده، وهي موجودة في كتب أهل العلم. وهو ما جاب النواقض كلها، جاب عشر فقط، وقال هذه لأنها كثيرة الوقوع، ولا النواقض كثيرة، وهو ما جاب منها إلا عشرة لأنها كثيرة الوقوع، وهو ما جاب شيء من عنده. الأمر الثاني، ما يلزم عرضها على الناس،
عرضها على الكتاب والسنة. الواجب أنها تعرض على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة يقبل. وهو كل ناقض يذكر دليله ولا لا؟ كل ناقض يذكر دليله من الكتاب والسنة، فلا يلزم عرضها على الناس، وإنما تعرض على الكتاب والسنة. فإذا صار لها دليل من الكتاب أو من السنة فإنها صحيحة ولو لم تعرض على أحد. من أين هالكلام اللي هو يقول هذا؟ هذا كلام صاحب هوى، صاحب جهل. نعم. ثم أيضا قوله أنها ما تعرض، ما تظهر على الناس لأنهم يفهمونها خطأ، نقول يعلمون إياها تعليم، يعلمون إياها ويفهمون إياها ويدرسون إياها، ولا يبتلون جهال إلى ما درسوا هذه الأمور يظهرون على الناس ويقتلونهم فيما بعد لأنهم ما تعلموا. فلا بد من تعليمهم ولا بد من تفقيههم في هذه الأمور، ولا يكفرون الناس بكل شيء بدون ضوابط. هذه ضوابط للتكفير، فإذا لم يعلموا إياها صاروا يكفرون الناس مطلقة بكل شيء ويقتلون. لكن سبحان الله، هل هوى يعمي ويصم؟ هؤلاء عندهم هوى على أهل التوحيد، فهم يحبون يشوشون على أهل التوحيد. نعم. كذلك إن قلنا أنه ما يلزم عرضها على الناس، وإنما تعرض على الكتاب والسنة. والشيخ رحمه الله عرضها على الكتاب والسنة وذكر لكل ناقض دليله من الكتاب والسنة. ثانيا، هذه النواقض مجمع عليها، ما فيها خلاف. الشيخ ما جاب نواقض مختلف فيها، وإنما جاب نواقض مجمع عليها بين أهل العلم. نعم. فلا حاجة إلى عرضها وهي مجمع عليها. أما عرضها على المتعالمين وعلى أنصاف المتعلمين وعلى أهل الأهواء، هذا ما يعرض عليهم، ما يستحقون من يعرض عليهم هذه الأمور لأنهم ليسوا أهلا لها. أما العلماء الراسخون فهم مجمعون على هذه الأمور، لا عندهم خلاف في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كل من لم يكن معاهدا أو ذميا أو مستأمنا من الكفار يكون حربيا فيكون الكفار أربعة أصناف؟ نعم، الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد يكون حربيا، الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد يكون حربيا، لكن ما يجوز الاعتداء عليه كذا عفوا، إنما يجاهدون ويقاتلون تحت الراية، تحت راية الجهاد، وهي بالأمور فوضى، يقاتلون تحت راية الجهاد بعد الدعوة إلى الله وبعد دعوته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول المؤلف رحمه الله: من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد. السؤال: هل الإتلاف يعني القطع فقط أو هناك صور أخرى للإتلاف؟ ونأمل التمثيل بكيفية إتلاف اللحيين. يا أخوان، وضحوا هذا. الإتلاف يعني العضو الجناية عليه على قسمين: إما بإتلافه وقطعه وإزالته، وإما بإتلاف منفعته، إتلاف منفعته. فإتلاف منفعته مثل إتلافه، لأنه أصبح ماله قيمة. فالجناية عليه إما أن تكون بإتلافه وإزالته، وإما أن تكون بإتلاف منفعته وفائدته. نعم. شو يقول؟ يقول: من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد. إتلاف اللحيين يقلع واحد من اللحيين، يقلع واحد من اللحيين من جانب الوجه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول المؤلف رحمه الله: وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص. لأنه إذا قلع غير المماثلة ما في قصاص أصلا، لأنه يشترط في القصاص المماثلة. لكن المشكل إذا قلع مثل عينه الصحيحة، فالقصاص على الأصل واجب، لكن في هذه الحالة ما يؤخذ القصاص، لأنه سيؤدي إلى إذهاب بصره كله، لأن العين واحدة تقوم مقام العينين. نعم. يقول في قوله: فعليه دية كاملة، لماذا لا تكون دية العين الواحدة هي نصف الدية
لأنه أذهب البصر كله يا أخي، أذهب البصر كله، وأخذت منه إذا أذهب البصر كله فعليه دية كاملة. يظهر أنكم ما تفهمون الكلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أفقد إنسان هاتين المنفعتين عدم إذا أفقد إنسان إذا إيه؟ أفقد الإنسان هاتين المنفعتين عدم إمساك البول وعدم إمساك الغائط، ديتان، يكون عليه ديتان، وإذا أتلف واحدة فعليه دية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، 800 درهم كم تساوي هذه الأيام بالريال السعودي؟ تحرر، لأن الدرهم السعودي أكثر من الدرهم الإسلامي، أكثر من الدرهم الإسلامي. أظن الدرهم يساوي حول الربع، حول الدرهم الإسلامي يساوي حول ربع الريال السعودي. الريال السعودي أكثر وزنا من الدرهم الإسلامي، ويرجع في هذا إلى التحرير. حرر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قطع من الإنسان، ولذلك قالوا الزكاة، قالوا الفضة إذا بلغت 140 مثقال، هذا نصاب الفضة 140 مثقال، 140 مثقال بالريالات السعودية حسبوه فوجدوه 56 ريال سعودي، 140 عادلت 56 ريال سعودي بالوزن الفضة، الريال السعودي الفضي، يحول هذا ويعرف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قطع من إنسان شعرة أو شعرتان من لحيته أو أكثر، فهل في هذه الشعرات أرش؟ إذا أثرت على لحيته، نعم، إذا أثرت على لحيته ففيها أرش، أما إذا كان ما ظهر لها تأثير فلا دية في هذا، لكن يعزر على تعديه على أخيه. نعم. وهل هناك أرش مقدر لكل شعرة؟ لا، الشعرة ما لها أرش مقدر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أتلف شخص شعر الشارب فهل فيه دية؟ هذا فيه حكومة، فيه حكومة، يعني لو جنى عليه وصار ما ينبت الشارب ففيه حكومة، ليس فيه دية، لأن الشارب مطلوب إزالته، مطلوب إحفاؤه وقصه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سجن شخص ثم عذب حتى فقد عقله، فهل يضمن من سجنه ديته وإن كان مخولا من قبل الحاكم؟ فمن الذي يضمن؟ هذا تنظر فيه المحكمة، فإن كان هذا الذي عذبه لم يؤذن له في ذلك وإنما هو تشفي، هذا له حكم. أما إذا كان بحكم النظام وبحكم الذي وضعته الدولة فهذا ليس عليه شيء، لأنه مأذون له في هذا، ولا تثبت الجنايات والجرائم إلا مثل هالأمور هذه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لي والد يعمل عند أحد التجار في متجر له، ووالدي يأخذ من المحل يوميا مبلغا ليسد به حاجتنا، علما بأنني قد أخبرت والدي بأنه لا بد أن يستأذن من صاحب المحل حتى لا يقع في أي شبهة، مع العلم يا فضيلة الشيخ أن والدي يعيد المبلغ مباشرة بمجرد ما يستلم الراتب منه، فلم يعبأ بنصيحتي، فالذي أخشى أن يكون ذلك حرام علينا، فما هو توجيهكم له إن لم يتوقف والدي عن هذا الفعل؟ ما هو الذي تخشاه؟ هذا اليقين أنه حرام، حرام هذا، فلا يجوز يأخذ من مال الغير إلا بإذنه، لازم يستأذن، ولو كان سيرده لا يجوز له يأخذ من الشيء، ولو كان سيرده إلا بإذن صاحبه، فعليك أنك تبلغ في هذا أن هذا حرام عليه، ولا يجوز إلا أنه يقول لصاحب المحل أقرضني، جزاك الله خير، أقرضني إلى الراتب وأعطيك إذا جاء الراتب، فإذا أقرضه
لا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سؤال آخر يقول: هذا السائل والدي رحمه الله توفي وعليه قرض من صندوق التنمية العقاري، وبعد وفاته بادرنا ببيع المنزل الذي عليه القرض حرصا منا على إبراء ذمة الوالد، وتم البيع حيث سدد المشتري قسطين، ومن ثم نقل القرض باسمه وكذلك ملكية المنزل. السؤال: هل تبرأ ذمة والدي بهذه الطريقة؟ لا، الدين لا ينتقل من ذمة الميت إلا بالتسديد، حتى لو تحمل أحد ما تبرأ ذمة الميت إلا بالتسديد لا بمجرد التحمل. والدليل على ذلك أن أبا قتادة رضي الله عنه تحمل دينارين عن ميت لأجل أن يصلي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فصلى عليه، فلما لقيه بعد ذلك قال: ما فعلت الدينار؟ قال: ما الديناران؟ قال: ما مضى إلا وقت يسير يا رسول الله. ثم لقيه المرة الثانية قال: ما فعلت الدينار؟ قال: قضيتها يا رسول الله. قال: الآن بردت عليه جلدته. نعم. فلا تبرأ ذمة الميت إلا بتسديد الدين لا بمجرد التحمل. وأما مسألة بيع البيت هذا من صلاحيات الصندوق، هو الدائن وهو اللي، فإذا أذن لكم بالبيع فلا بأس، من كان ما أذن لكم ما يجوز، تبيعونه إلا بإذن الصندوق الدائن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول إنها امرأة تشتغل بالدعوة إلى الله سبحانه، وتريد أن تكون دعوتها على بصيرة، وهي تقوم بتغسيل الموتى، وسؤالها: إنها ترى عند غسل النساء أشياء حسنة وأخرى سيئة، ربما تعبر عن حسن أو سوء الخاتمة، هل يباح لها التحدث بهذا في محاضراتها ترغيبا أو ترهيبا، علما أنها لا تذكر الأسماء؟ وهل يستدل بجواز ذكر الأشياء الحسنة عن الميت بحديث: اذكروا محاسن موتاكم؟ أرجو التوضيح والتفصيل لحاجتي الشديدة لذلك، أنا وأخواتي مغسلات الموتى. أما أنها تدعو إلى الله وتغسل الموتى هذا إحسان وعمل صالح جزاها الله خيرا، وأما الإخبار عن أحوال المغسل فلا يجوز، لأن هذا أمانة وسر، لا يجوز لها أن تتحدث به عند الناس. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إذا صح الحديث اذكروا محاسن موتاكم، فالمراد محاسنهم التي كانت في حياتهم، أعمالهم التي كانوا يعملونها في حياتهم وإحسانهم إلى الناس. أما أنه يذكر ما يرى عليه في وقت التغسيل فهذا سر وأمانة يكتم ولا يبين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الضابط في مثل هذه المسألة؟ وهي: شخص يريد أن يفعل رياضة المشي فيقول: لكي أحصل حظ الدنيا والآخرة أمشي إلى المسجد البعيد ولا أركب السيارة فأتحصل على أجر المشي إلى المساجد وتخفيف الوزن، وكذلك أكثر من الطواف على الكعبة لأجل الأجر والرياضة، هل له ذلك؟ وما الضابط في مثل هذه الأمور؟ هذا شيء طيب، أنه بدل ما يمشي في الشوارع وفي الأسواق وفي يمشي مشي عبادة في المساجد والطواف بالكعبة، هذا شيء طيب وله ما نوى وله الفائدة إن شاء الله في جسمه، فلا مانع من ذلك. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.